كنت ناصحة وعملتي رجيم إسراء. ألو طيب ألو، انجو معنا إسراء مو معاكي، نسمع. معي اسراء، مش هيك؟ اسراء اذا كنت اسميني انت شوي وعملتي رجيم قاسي لك، طبعا هالجلد الموجود بهالجسم بده يعمل معانا استرتش مارت. الاسترتش مارت بتطلع خطوط معروفه لدى السيدات ولدى الرجال كمان، كثير كثير بتطلع على الثدي، بتطلع على البطن، بتطلع على مناطق على الفخذ، فهمت عليك؟ فعليك في الرياضه وعليك تغذي نفسك كيف يكون الغذاء، وشدي جسمك، روحي على مركز يعني كثير كثير في جيم اللي تلعبي لجسمك مشان هالاسترتش يتحرك وترجع العضله قويه جدا. وفي مركز خليل السيد موجود عندنا هذا الشيء، واهلا وسهلا فيك في اي وقت. معنا اتصال. ولاء، اهلا وسهلا. ولاء، اهلا الو، مرحبا، اهلا اهلا وسهلا فيك ولاء. نسرين، شو هالحلاوة هذه، طالعة مثل القمر. تسلمي، الله اكبر. كلك ذوق، وخليل تسلمي، يعني شكرا. خليل مش مثل ومثله الحلو هلا، خليل. يعني انا زعلت هلا. عن جد ما شاء الله عنك، طالعة عن جد مثل القمر ومسيو ما شاء خليل الله. كمان ما شاء الله مثل القمر. مسيو، كيفك؟ الله يخليكي يا رب، شو اخبارك؟ احتراماتي لإلك. يعني انت والله عن بتعاكسي جد ما نسرين عن وما جد ما بتعاكسينا كمان. والله ما هو هي زي القمر، فبصراحة تسلمي يا نورها رب، مغطي. تسلمي. بعدين لابسه المنتخب اليوم منتخب ورياضيه ما اليوم شاء الله عنها ومشجعة. كمان. يلا معنا كمان يا ولاء على ان شاء الله البرازيل. الله يا رب ينجحهم بقيادة سيدنا امين ان يا شاء رب. الله يا رب. مسيو، بدي اسألك سؤال بليز. اتفضلي. انا عاملة شعري اسود مزرع نعم. وبدي افتحه، فرحت على صالون وقالوا لي انه بدهم يعملوا لي سحب لون، نعم. وبصراحة خايفة شعري يتعب، فايش بتنصحني مسيو؟ وان شاء الله إسراء انه بتضلكم إسراء موجودين ولا للبرنامج ولا ونهاركم سعيد. يعني يسعدك يا رب، نهارك سعيد ويسعد صباحك، وبشكرك على اتصالك أخت ولا. بالنسبة للأسود المزرق، إحنا بننصح دائما زبوناتنا اللي بيراجعونا في مركز خليل السيد أو بيوتي سنتر خليل السيد عندما بدها تصبغ لون بلاك أسود مزرق. الأسود المزرق هو عبارة عن في مادة النيل شوي، في يعني زي ما تقولي مثل السما الزرقاء. إذا حدا في بيروت بعرف شو السما الزرقاء نحكي معاه هلا. عندنا الوضع اللي هو لما احنا بنصبغ وبدنا نفتح، اول شيء عدم استعمال مشتقات التفتيح، اللي هي ايش هي؟ مثلا البودره والاكسجين. مهما فتحنا اللي يضلوا عندك جرين، لون جرين موجود عندنا، ولكن احنا بعد الجرين هذا بدنا نفتح للون بيطلع على حمار وعلى خضار ومشتقات. هذه خبراء التجميل بيعرفوها جدا. ولكن في مادة كتير كتير حلوة احنا بنستعملها قبل الصبغة وقبل الكيميكال، بنحطها على الشعر، بتعطينا الحنة الموجودة او البلو الازرق الموجود اللي عنا، بنقدر نعمله رنس على المغسلة عنا، بنفتح الشعر درجة او درجتين. واذا كان خبير التجميل او الكوفير له خبرة في اتمام عملية الكيميكالز، فبطلع الشعر بطريقة حلوة، ولكن ما بطلع الشعر 100% يعني، الا برنسات والا في مشتقات انواع الصبغة. فاحنا بننصح السيدة في بدايتنا انه اذا بدها تصبغ ازرق تقعد لأربع خمس شهور بعدين تعمل لون لإلها. وزورينا على مركز خليل السيد، وأهلا وسهلا فيك في بيوتي سنتر خليل السيد، وأهلا وسهلا فيك في برنامجنا. أهلا شكرا وسهلا معي. فيك ولاء، وشكرا لك لمشاركتك. نرجع مسيو خليل نحكي عن موضوع الصبغة. بس معنا اتصال بعد إذنك مسيو. أنا تحت أمرك. أبو فايز. ألو ألو، فايز. السلام ألو، عليكم أهلا السلام. وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بخير. وانت وانت بخير، بخير. حياك الله. نتمنى ان شاء الله بكره نشوفكم بهالميدان ونفرح نطلع على البرازيل ان شاء الله. ان يا شاء رب. الله ويلا على البرازيل. شكرا اخي. ميسي خليل، تفضل. في عندي فرح بعد كم يوم، ويا ريت انك تشرفنا، وحابه بعد المدام عندك. واهلا وسهلا فيك. شعر بتكون شعر مفايز زي شعر المذيعة الحلوة. تسلم. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. اهلا، شكرا لك. شكرا. تسلم يا رب، كلك ذوق. تفضلي انا بكمل، تكرم معينك. اهلا وسهلا فيكم، نتمنى نشوفك واحنا مع نسرين اليوم. يلا يا نسرين، تكرم معينك. طبعا انا ما بقدر اني مبسوطة احكي اليوم هيك. قديش النتيجة بدنا نجيب؟ 2-0 يعني ان شاء الله. ان شاء الله 10-0. يا رب مشان مصطفى الاغا هيك بالال بي سي يحرك شوي اليوم. يلا يا مصطفى من ان هلا شاء الله حضر يا رب 10-0. معنا اتصال اخر. تكرم. ساندي.
اهلا وسهلا ساندي، تفضلي. ساندي هاي صديقة البرنامج، انا متذكرها. ساندي تفضلي. كيفك؟ الحمد صباح لله الخير. تمام. شو حابة احكي مع ميسيو خليل؟ اهلا وسهلا. اهلين ساندي، كيفك؟ كيفك ميسيو؟ الله يحميكي، الله يخليكي. شو اخبارك؟ متحمسة اليوم؟ متحمسة؟ اكيد. كيف قديش بنجيب نتيجة بإذن الله؟ 10. امين يا رب، امين. انا ميسيو خليل صراحة حكيت معك اليوم حتى اشكرك كثير. الله يخليكي. الله يخليكي. وانا من الناس المعجبين كثير بشغلك. حبيبتي الله يطول عمرك. وان شاء الله بقرب وقت رح اجي عندك على البيوتي. اهلا وسهلا فيكي، احنا مركزنا مركز بيوتي سنتر خليل السيد معروف. اهلا وسهلا فيكي. وشكرا على هالبرنامج الحلو. الله يخليكي يا رب. اهلا وسهلا. حابين نذكر مشاهدينا بارقام هواتف البرنامج الظاهره امامكم على الشاشه، واللي بحب يتواصل مع ميسيو خليل تحت الهواء على الارقام هاي 0795877505 0799629290. ومنرجع لحديثنا ميسيو خليل عن الصبغة. هلا حابة أسألك سؤال، لو اجتك عند اجت صبية تعمل شعرها طويل مثلك أمورة يعني أمورة. تسلم تكرم عيني. وصبية تانية شعرها قصير، هل كمية الصبغة اللي بتحطوها للصبية اللي شعرها طويل نفس كمية الصبغة اللي بتحطوها للصبية اللي شعرها قصير؟ احنا عندنا خلينا نحكي، الصبح سمعت لقاء على الهواء كان موجود على مع أخت زميلي لإلنا، في شوية يعني احنا بنحكي ما بدنا نحكي بهالموضوع هيدا، خلينا نرجع لموضوعنا شوي افضل هو افضل. عملية التكنيك وعملية العلم للكوفير بخبرته بعرف الزبونة من حد ما تدخل على من الباب بعرف ايش بدها تسبك شعرها. اكيد بعطيها هيك احساس، انت شعرك اشقر، انت شعرك اخضر، انت شعرك لا لا هايلايت، خصل هايلايت. فعملية الصبغة عندنا نظام كمبيوتر، عندنا بالريسبشن نظام كمبيوتر، مدام نسرين مثلا ست نسرين صبغتها اليوم، التيوب هيدا بضله موجود لست نسرين، فهمتي علي كيف؟ مشان اذا اجت ثاني مره نعرف صبغتها المعينه، تعرفوا رقمها، نعرف النمبر اللي عندها على السيستم، ببين عندنا مدى ست نسرين بتطلع عندي هالوضع هيدا. ولكن بالنسبه للقصير، الشعر القصير والشعر الطويل، بتعرفي شعر مثل شعرك بده تيوب، تيوب ربع صبغه بعطينا هالكيميكلز هالمطلوبه هاللون هالمطلوب اللي عندك، شعر طويل بده اكثر، شعر طويل اكثر اكثر. في شعر انا شفت بالهند بتستغربوا الصبايا، اوكي 10 متر الشعر طول، واحد لفيته كيف لف انا الحطه هذه على هيك لفيته على خصرها 10 متر. طب كم علبة صبغة بدها؟ هذا بده مصنع. فاحنا بناخذ عملية السيستم، بتعرف الستات مفهوم لقياس الشعر كره للكتاف لنص الظهر لاطول شوي لعند الحزام، هذا الالوان الشعر. واحنا بننصح دائما السيده بعمليه الصبغه تعمل تريمينج اصل شعرها. وانا اليوم في مفاجاه، اسمحي لي نسرين بعد اذنك. تفضل. اذا ان شاء الله بنتمنى المنتخب فاز من عنا وجاب اهداف كثير حلوه، انا متبرع لخمس عرايس عندي فري في مركز خليل السيد للتجميل، هدول كادو من عندي باذن الله. ولسه في هدايا عند نسرين ما بعرف شو بدها تعطيكم ان شاء الله، رح نحكيها كمان شوي. معنا اتصال اخر، الدكتوره صباح اهلا وسهلا. واو. الو الو صباح. مرحبا. اهلا دكتوره تفضلي. كيفك؟ ممكن سمعتك مع المسيو خليل؟ ايوه تفضلي اهلا وسهلا. يعطيك العافيه حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. انا دكتورة. بدي اسال مسيو خليل، يعني بدي اول شيء اشكره على هالذوق وعلى هالمعلومات اللي بيتحفنا فيها. الله يخليك. اللي مش اي مزين بقدر يعني يعمل لمساته ويعني على الشغل اللي احنا شفناه. الله يخليك، شكرا. خجلتيني دكتور. انه تفضلي دكتورة. تبعت الشعر بنعمل لاي اعمار؟ يعني اذا كان عمر 17 18 الناس الصغار ولا انه بنعمل لكل الاعمار؟ خلاص اوكي، احنا بنقول على دكتوره صباح كيفك انت، والله اشتقنا لك، انت صديقه للبرنامج جديده واهلا وسهلا فيكي وبتمنى لك كل الاحترام يا رب دكتوره. لكن احنا بنقول بالصبغه بالكيميكلز، يعني عند البنت ما في صبايا، يعني في صبايا من 14 بعد الفوره الدوره لها او شيء هيك بتقدر تصبغ شعرها، ولكن احنا بنقول كخبراء تجميل وكالنا خبره طويله جدا في عالم التجميل بنقول يا صبايا 17 18 تبدا تصبغ شعرها، اذا بتحب تغير الوان وما في داعي للصبغه، شعرها حلو بلا تسبق ضل شعرها حلو. وبتعرفي يعني الشعراء و
كتير تباهوا بالشعر الأسود وغلاوة الشعر الأسود وغنجات الشعر الأسود وشلال الشعر الأسود، كليات الشعر الأسود ملك الألوان. ففي ستات اليوم بس بيرجعوا للموضة اللي كي هم يقدروا يصبغوا شعرهم، اللي بنت تتباهى شقرة شوية هيك تتباهى بجمالها إن شاء الله. شكرا، شكرا لك دكتورة صباح. وهلأ بدنا نحكي مسيو خليل، بعد ما صبغنا وخلصنا ممكن تحكي لنا شو طرق العناية بالشعر المصبوغ؟ طبعا في تريتمنت للشعر المصبوغ كتير، يعني احنا بنقول الشعر، احنا بنعمل برنامج انا وياكي عن الشعر التالف من الكيميكالز ان شاء الله، لانه في صبايا كتير بيسألوني كتير. في ستات، صباح الخير كمان مرة لكم، في ستات عم بيصبغوا شعرهم باستمرارية، كل 10 ايام عم بيعملوا كلار، كل 10 ايام عم بيعملوا الشعر، فكتر الصبغة عم بتكسر الشعر، حلمة الشعر من الداخل ما بتقدر تستنشق لبصيلة الشعر، بصيلة الشعر ما بتقدر تستنشق تعطي مادة هالصمغية لحرشي في الشعر، حرشي في الشعر ما بتقدر توصل لسطح الشعر، فبصير عندنا تكسير في الشعر. فإحنا بنقول في كريمات معينة مرطبة كتير كتير للشعر، في تريتمنت للشعر، في عناية للشعر، نعمل حمام زيت بالأسبوع مرة واحدة للشعر أفضل لنا. نقص شعرنا دائما كل شهرين، نقص لو سنتي أو 2 سنتي نقص من هالشعر إذا كان الشعر طويل، نفيح الشعر، ما ننام على مخدة إسفنج، ننام نترك الشعر نربطه ربط من فوق أفضل، لأنه بصير كيميكال مع المخدة الإسفنج هذا كتير، نحط منشفة كتير قطنية على المخدة إذا كانت المخدة إسفنج، نمشط شعرنا من الأسفل للأعلى وليس من الأعلى للأسفل، نخلي الشعر يحكي ويرقص ويتغنج ويتدلع ويكون شعر جميل جدا مثلك يا نسرين. تسلم، الله يخليك. كلك ذوق. معنا اتصال محمد بيضون. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا فيك، تفضل. كيف حالك نسرين؟ الحمد لله تمام.